بداية هذه الحلقة مع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، يعطيك العافية سعادة النائب، بعرف انك موجود بالمطار ومسافر، بناخذ من وقتك. ماذا يعني كلام وليد جملاط بان افق التسوية مسدود؟ هل هذا فيه نعي للمبادرة الفرنسية وللحراك القطري؟ عم تسمعني استاذ بلال؟ كان نعم. فإذا اليوم كان في كلام لرئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق النائب وليد جملاط، قال أن أفق التسوية مسدود، وهو حمل أيضا الفريق المسيحي المتمثل بالقوات اللبنانية وبالتيار الوطني الحر مسؤولية إجهاض التسوية. وبطبيعة الحال يأتي كلام وليد جملاط بعدما كان أعلنه الرئيس نبيه بري بالأمس بأنه قام بكل المحاولات وأنه دعا للحوار أكثر من مرة، ولكن في كل المرات كان هناك رد بعدم المشاركة. نعود إلى النائب بلال عبد الله، يعطيك العافية، عم تسمعني هلا؟ ايه سامي، يعطيك العافية، تحية لك لفريق العمل ولكل المشاهدين. كنت عم بسألك عن كلام وليد جملاط بأن أفق التسوية مسدود، هل فيه نعي للحراك الفرنسي والقطري؟ هو حث وليس نعي. نحن نحث اللبنانيين بالدرجة الأولى قبل أن نتوجه للقطريين أو الفرنسيين أو المجتمع الدولي. هي إشارة إلى أن اللبناني يجب أن يذهب إلى التسوية. الكل يجب أن يتراجع خطوة إلى الوراء من أجل إنتاج حل، وإلا كل الجهود الخارجية الفرنسية القطرية وغيرها لا تجدي نفعا. يجب أن نحاول إنتاج تسوية داخلية لبنانية، أن نترفع جميعا باتجاه المسؤولية الوطنية. حتى الآن للأسف هناك فريق لا يريد التراجع مرشح التحدي، وفريق آخر لا يريد الحوار. وفي هذه الحالة نحن في حالة انسداد كامل للأفق السياسي. في هذه الحالة لن يستطيع أي خارج قطري فرنسي غيره أن يعطي حل لأزمتنا اللبنانية. لذلك كانت صرخة وليد جملاط من اليوم الأول عندما حاورنا حزب الله، حاورنا القوى السياسية جميعا أن نذهب إلى تسوية داخلية للتلقف الموجات الإقليمية والدولية ولمساعدة لبنان للخروج هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تدخل إلى كل منزل في لبنان. نعم، كمان كان في تحميل مسؤولية للفريق المسيحي القوات والتيار، واليوم كان في رد من القوات اللبنانية على وليد جملاط بأنه فعلا من عطل التسويات هو من يعطل جلسات الانتخاب. أعتقد إشارة وليد جملاط واضحة، كانت مطلوب من الثنائي أن يذهب إلى الخيار رقم ب، أن يخرج من دائرة المرشح الوحيد الذي لا بديل عنه، يعني أن يكون الحوار غير مشروط. والرسالة الثانية إلى الفريق الذي يرفض الحوار، يطلب يقول له ما البديل. نحترم كل الردود ونحن في جو ديمقراطي وهذا حق سياسي للجميع، ولكن من يملك الحل لأزمة الناس، لهجرة الشباب، لأزمة النزوح، لكل هذه الأمور التي يرفعون الصوت عاليا بكل هذه المسائل دون اقتراح حلول جدية؟ من يستطيع أن يجزم أنه له أكثرية من الثنائي فليتفضل ويطرح الحل الذي يريد. نحن بالواقعية السياسية التي نحملها من أيام كمال جملاط ما زلنا مستمرين بحماية هذا البلد. هذا الكيان يجب أن نحافظ على هويته، وموازين القوى لا تسمح بتغيير جذري اليوم. المطلوب تسوية داخلية تستطيع أن تساعد الخارج ومساعدة المنطقة. يعني اليوم لا تعولون على الحراك القطري والفرنسي عندما تتحدثون عن تحرك داخلي؟ نعول على الفرنسي، على القطري، نعول على كل العالم مساعدة لبنان، ولكن يجب أن نعول على أنفسنا بالأساس. هل اللبنانيين جاهزين لتسوية داخلية؟ هل نحن جاهزين لتقبل الآخر؟ التجارب ألم تثبت في السابق حضرتك أنه هذا الحوار اللبناني طالما أنه ما في رعاية خارجية لا أفق له بإنتاج تسويات؟ مع احترامي لهذا الكلام، التجارب تقول خضنا حروب وحروب وحروب ثم جلسنا الى الطائف وتحاورنا وانجزنا رعايه الصور. خارجيه ولم يكن يوما هذا الحوار الداخلي هو الحل. الحوار الداخلي مدعو من الخارج، نعم هو الحل، ومن يملك بديل اخر يتفضل يطرحه. وبالتالي اليوم يعني انتم فينا نقول واقفين مصطفين اليوم الى جانب الرئيس بري؟ نحن مصطفين إلى جانب لبنان، إلى جانب المصلحة الوطنية. علاقتنا بالرئيس بري ممتازة، وعلاقتنا بالقوات اللبنانية ممتازة، والتيار الوطني الحر بحوار، نحن وحزب الله نتحالف نتحاور مع الجميع.
نحن نعمل على إيقاع مصلحة لبنان وليس على إيقاع علاقاتنا السياسية. للأسف نريد من كل القوى السياسية أن تعمل على هذا الإيقاع، لا على إيقاع مصالحها السياسية المباشرة، لا على إيقاع الطروحات الشعبوية، ولا على إيقاع الارتهالات الخارج، كل الخارج. هل سقط ترشيحكم لجهاد أزعور؟ أعتقد حتى الآن جهاد أزعور مرشح إلى حين بدون بوادر مرشح ثالث مرشح تسليم. يعني رايحين أنتم اليوم طالما أنه ما في اتفاق بأمن وصول مرشح ثالث، أنتم متمسكون بترشيح أزعور؟ لم نخرج من موقعنا السيادي، مع احترامي لكل الانتقادات التي توجه، نحن حريصون على وحدة البلد، على بقاء لبنان، وإلا إذا في حدا لا يرى إلى أين تذهب الأمور يكون يعيش في مكان آخر. طيب اليوم كمان لما نحكي عن التحرك القطري عم نحكي عن مرشح ثالث، وعم نحكي عن حزمة من الأسماء، وكنا شفنا في لقاء جمع السفير القطري مع وليد جملاط من يومين، وبالتالي بطبيعة الحال أنتم بجو هذا الحراك القطري اليوم اللي عم بيصير. وليد جملاط، هل الأسماء المطروحة توافقون عليها؟ عم تسمعني أستاذ بلال؟ سياسية عندنا حساب الوطن، أي اسم ممكن يحظى بإجماع أكثرية القوى السياسية بدعم الخارج للبنان نحن معه. حتى قائد الجيش رغم التحفظات اللي كانت من قبل اللقاء الديمقراطي ورئيسه حول شخص قائد الجيش والتعديل الدستوري. ولكن بتذكرك أنه أول رزمة أسماء قدمناها لحزب الله نحن كان فيها قائد الجيش من ضمنهم. صحيح. وجهاد أزعور وطراح حنين، برجع بقول لك نحن منفتحون على كل الأسماء، كل الطروحات، ولكن المهم من يرفع السقف عاليا من هالاتجاه أو اتجاه أن يذهب ويترفع باتجاه الوطن. طيب اليوم بعد ما أعلن رئيس بري أنه أدى قسطه للعلا، وبالتالي فينا نقول نوع من انسحاب، أو مثل ما عم بيقول الرئيس بري تفضلوا تحملوا، يعني من رفض هذا الحوار فليتحمل مسؤوليته. الرئيس بري ليست المرة الأولى التي ينسحب ويعود، لا أحد يستطيع أن ينسحب من المسؤولية الوطنية. اليوم بغياب رئيس جمهورية مجلس النواب مجتمعا، والحكومة حتى لو كانت تصريف أعمال المسؤولة عن الاستمرار في تحمل الأعباء الوطنية الكبرى. يعني برأيك رح يرجع الرئيس بري إلى دعوته الحوارية؟ أعتقد الرئيس بري بما يملك من حنكة وحكمة والالتزام بالبلد لا يستطيع أن يستقيل المسؤولية. شأنه شأن كل قيادة السياسة. فينا نقول هي النافذة الأخيرة الوحيدة اللي موجودة اليوم عندكم؟ أعتقد المؤسسة الدستورية الوحيدة اليوم التي ما زالت تملك كامل الصلاحيات، وان كان البعض عطل امكانيتها بالتشريعيه، مجلس النواب. نعم. منبثق عن ثقه الناس، هذا التنوع الموجود يجب ان نحترم فيه من خلال اراده الناس اللي انتخبت، لا احد يملك الاكثريه، لذلك يجب ان ننصاع للتوافق والتسويه الداخلي. طيب سؤال اخير استاذ بلال، هل برايك اليوم لما نحكي عن هذا التحرك نحن بحاجه الى تسويه ابعد من القطري؟ هل اجتماعات اللجنه الخماسيه في هذا القطري يتحدث قطر يتحدث باللجنه الخماسيه كما كان لودريان يتحدث باللجنه الخماسيه. امبارح كان في كلام لودريان، ونتامل عن موضوع اللجنه الخماسيه. نعم، كلام لودريان انه في اعاده نظر من قبل دول اعضاء اللجنه الخماسيه بانه قد تتراجع ايضا عن موضوع الدعم المادي للبنان. اللجنه الخماسيه شبه اجمعت على خيار ثالث، شبه اجمعت. نعم، اتمنى ان نسهل الامور لهذه المسائل، ويعني نلتقي لبنانيا لبحث هذه الامور والاستفاده من الدعم الخارجي، لانه نحن لاحقا بحاجه لحكومه انقاذيه رشيقه تستطيع ان تاخذ قرارات سريعه، وهذه الحكومه يجب ان تكون ثقه كل القوى السياسيه. نعم، شكرا لك استاذ بلال على هذه المشاركه، وبعرف مثل ما قلت انك بالمطار ومسافر توصل بالسلامه.